بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قدام لوحات مقاومة غزة اللي ترسمت في سنة 2009 أشكال العدوان الإسرائيلي على غزة العزة. وفي ذاك الوقت جاني الإلهام باش نرسم هذه اللوحة هذه اللي كتعبر على المأساة غزة العزة. كنلاحظوا بأن اللوحة فيها واحد المجموعة ديال الرموز، من بينها اسم غزة اللي كنشوفوه في مركز اللوحة، ثم كنشوفوا بعض الرموز الأخرى، كاين المقاوم، كاين النخلة، وكاين المسجد، وكاين أيادي، كاين مجموعة ديال الرموز اللي كترمز كلها للمقاومة، وكترمز لواحد الوحدة ديال الشعب الغزاوي. وكنلاحظ كذلك القنابل الفوسفورية اللي كانت كتضرب بها غزة من طرف الكيان الصهيوني. هاد القنابل الفوسفورية كتجي من كل الجهات، كتجي من اليمين ومن اليسار وكتجي من الفوق. تحت كان كيبان لنا واحد المجموعه ديال الرموز، كاين اليد التي تقاوم، كاين اليد المسبحه لله سبحانه وتعالى، كاين الكتاب، كاين الحمامه اللي كترمز للسلام واللي هي في العش ديالها، يعني كتبين واحد النوع ديال السكينه وديال الطمانينه. وكاين بعض الحروف باللغة العربية، وكاين حروف كذلك بالتيفيناغ باللغة الأمازيغية، اللي كنحاول ما أمكن ندير واحد التداخل واحد الانسجام بين هاد الجوج ديال الحروف أو هاد الجوج ديال الرموز. ثم ما نلاحظ أن هناك واحد الحركية، واحد النوع ديال المقاومة بالنسبة اللوحة. إذا اللوحة كتشمل هاد المسائل كلها. كنلاحظوا كذلك في الجوانب ديال اللوحة، كنلاحظوا واحد تعبان، يعني تعبان أنا كنرمز به الصهيونية، اللي كتجي متسللة، كتسلل من الجانب ديال اللوحة أو من زاوية من زوايا اللوحة، تتسلل ثم تتجه صوب هاد الحمامة اللي هي واقفة على البيض ديالها إلى آخره. وكتبان لنا بأن هاد التعبان بغى يسيطر على هاد الحمامة هادي اللي هي سلمية، واللي هي كترمز العش ديال الأبوة وديال الأمومة. اللوحة بصفة عامة كتعبر على هاد المأساة اللي عشتها غزة العزة سنة 2009، وكنا عايشين هاد المأساة هادو، وحاولت باش نعبر على هاد المأساة بهذا الشكل هذا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.